حين تشرق الشمس معلنة عن صباح جديد، يتأهب الصيادون لممارسة مهنتهم التي لطالما ارتبطت بهم دائما، حاملين معهم الهمة والطاقة المفعمة. فنرى الصياد يكون صداقة مليئة بالحب مع شبكته التي تلهمه حب عمله، والذي يستمر لطقوس ومواسم. ونجد هنا أن لكل موسم طقوساً معينة ووسائل مختلفة تستخدم في عملية الصيد. فعند ارتفاع درجة الحرارة معلنة عن بدء فصل الصيف، يبدأ موسم صيد الأسماك، حيث أن عدد الأسماك يكثر في فصل الصيف لأنها تخرج من أعماق البحار باتجاه الشواطئ بحثاً عن المياه الباردة، فنراها تتراقص على رمال البحر الناعمة. فيتسابق أهالي المناطق الساحلية لصيدها على شكل مجموعات. ولا ننسى العمل الجماعي الذي يقوم به الصيادين، والذي يعتبر رابطة مهمة بينهم، ومن خلاله يشكلون أسرة واحدة بهدف واحد.